تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا بروت اي وركم يا رجا تملكتو يوم الرجاء مرتم اسره لسا اكارباني خطبة يتدرغنو كذابو على اسره لسا اكارباس الدسلي يقام على صلاة مالذب ومساقد برنبيو اسره لسا اكارباس الدسلي صلاة تقوم يتسقدنو بسلام عليكم برم برغاچو استولو 12 ساعه 55 ላይ ሶላቱ አለቀ ህዝቡ በሰላም ወደ ቤት እየወጣ ነበር ሰግዶ ጨርሶ ማለት ነው ምንም ያለው ነገር የለም ተመልከቱ ያዙልኝ ይሄን برم برغاچو ይሁ በሰላም እየወጡ ነበር ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም ምንም የተቃወሙት ነገር የለም ተኩሱ ተከፈተ 12 ሰዓት 56 ላይ برم باستولوني معناته كذاب على حزبو ترنغاغره يا راسبو نو يمجدسون ملك تتقبلوان كذي بوحالا بندي بزوچو يتتغدلوس معناته اياچو ايدلا من اينت درگيت اندتفصببن عند ساعه كسبات لاي تكبيراچو ماسما جمر منات عشان ادمت بس اليوم قاعد اعدي لكم جثث اخوانكم يلي صاروا شهداء بالمسجد زي كل مره اخواننا واحالينا طلعوا يصلوا صلاه الجمعه بس عدو الاسلام ما خلاهم يصلوا والله حتى ما رفعوا صوتهم والله ما راحوا غير يصلوا لربهم مو معاهم غير السجاده الصلاه بس عدو الاسلام ما خلاهم فتح عليهم الحرب داخل المسجد الانوار صاروا شهداء اكثر من 8 اشخاص ارقام الجثث عم تزيد اخواننا كل ما نتصل عليهم ما يردوا اخواننا اللي كانوا يعطونا معلومات واحد ورا الثاني قاعدين ياخذوهم وما نعرف وين قاعدين يودوهم يا رؤساء المسلمين لا تخلونا املنا في الله ثم فيكم اخواننا المسلمين اكثر من 8 حاليا صاروا شهيدين والحمد لله بس احالينا برضو محبوسين في المسجد اخواننا واحالينا مو قادرين يطلعوا اباينا عمرهم كبار محبوسين جوا في المسجد الانوار يا امه محمد عدو الاسلام مو عدونا كلنا يا رؤساء المسلمين يا رؤساء المسلمين املنا ربنا ثم فيكم تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا بروت اي وركم يا رجاها